نشرة ثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. 5 قتلى و8 جرحى على الأقل، بينهم مدنيين، نتيجة اشتباكات وسط منطقة الساحل ومحلة ذكري بمدينة سرمان، وأسباب الاشتباكات لا تزال مجهولة. محاور القتال في محيط منطقة أبو جرين تشهد هدوءا حذرا، وقوات عملية البنيان المرصوص تتقدم باتجاه منطقة البغلة، والقوى الثالثة تسعى لتأمين المنطقة وقطع الطريق أمام ما يعرف بتنظيم الدولة. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل إمكانية تمديد مهام عملية صوفيا لمكافحة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية. أكد مسؤول دار الرحمة في مستشفى الزاوية إبراهيم كريم وصول 4 قتلى و6 جرحى إلى المستشفى إثر اشتباكات مسلحة اندلعت مساء أمس في مدينة سرمان. وأوضح كريم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حالة الجرحى مستقرة وقد غادروا المستشفى، فيما نقلت إحدى الحالات إلى تونس لاستكمال العلاج. في سياق آخر، نوه كريم إلى عدم قدرة دار الرحمة في مستشفى الزاوية على استيعاب الجثث بسبب وجود 16 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ شهر في المستشفى رغم إتمام إجراءاتهم الطبية. من جانبه، أكد مسؤول المكتب الإعلامي ببلدي سرمان أحمد الحريري سقوط 5 قتلى و8 جرحى على الأقل، بينهم مدنيين، نتيجة الاشتباكات التي شهدها وسط منطقة الساحل ومحلة ذكري بمدينة سرمان مساء أمس وحتى ساعات متأخرة من الليل. وأوضح الحريري لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم تعرف بعد أسباب الاشتباكات بسبب تضارب الروايات، ويعمل بلدي سرمان في اجتماع طارئ له على بحث المشكلة. كما أضاف الحريري أن الوضع داخل المدينة هادئ حاليا، وقد تم فتح الطريق الساحلي بعد إغلاقه، وأن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات الزاوية وصبراتة والزنتان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف النطق الرسمي باسم بلدي سرمان أحمد الحراري. وسيد الحراري، ما هي الحصيلة النهائية لهذه الاشتباكات؟ نعم، مساء الخير. الآن الأوضاع هادئة، ولكن هناك 5 قتلى حسب وردتم قبل قليل نتيجة الاشتباكات والأوضاع المأساوية التي عاشتها المدينة يوم أمس. الآن الوضع هادئ وهناك ترقب، هناك وضع هادئ وترقب من الأهالي. بعض المحلات التجارية الآن مفتوحة، والطريق الساحلي يسير بشكل طبيعي، والأوضاع إلى حد كبير جدا تعتبر إلى حد ما مطمئنة جدا. طيب، ما نوعية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة، وما نوعية الأسلحة التي استخدمت فيها؟ نعم، هي أسلحة أغلبها أسلحة متوسطة والبندقية. أغلب سكان مدينة سرمان يستمعوا لضجيج هذه الأسلحة. للأسف الشديد هذا ما زاد من الخوف لدى المواطنين. طيب، وما هي مخرجات الاجتماع الطارئ لبلدي سرمان حول هذا الموضوع والذي عقد اليوم؟ طبعا هو التواصل مع هذه مدينة سرمان، التواصل مع، نعرف أن طابع المدينة هو طابع قبلي، وأكيد أهالي سرمان والحكماء والعقلاء غيورين على المدينة، غيورين على أهلها، على تجنب سفك الدماء. هذا ما أكدوا عليه، وأكدوا أيضا على التواصل مع جميع الجهات لكي يقف نظيف الدم. واضح إذن الناطق الرسمي باسم بلدي سرمان أحمد الحراري، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. قال عضو المركز الإعلامي لغرفة العملية المشتركة المشكلة من المجلس الرئاسي أبو بكر مصطفى إن محاور القتال في محيط منطقة أبو جرين تشهد هدوءا حذرا. وأضاف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات عملية البنيان المرصوص تقدمت باتجاه منطقة البغلة، مشيرا إلى أن القوة الثالثة تسعى لتأمين هذه المنطقة لقطع طريق أمام ما يعرف بتنظيم الدولة. وأشار مصطفى إلى أن سرية الهندسة العسكرية تواصل عملها في إزالة الألغام التي زرعها التنظيم في محمية أبو جرين
باعتبارها أكثر المناطق تضررا من هذه الألغام، مؤكدا انتهاء المرحلة الأولى من عملية البنيان المرصوص. أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن محاور القتال في محيط منطقة أبو جرين تشهد هدوءا حذرا، وأوضحت عملية البنيان المرصوص على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المحاور لم تشهد أي مواجهات عسكرية أمس الأحد، مشيرة إلى أن قواتها تقوم بتحصين المواقع التي تسيطر عليها. وأضافت عملية البنيان المرصوص أن سرية الهندسة العسكرية لازالت تواصل عملها لتفادي خطر الألغام رغم تواضع الإمكانيات اللوجستية حسب تعبيرها. وأفاد المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي محمد الغصري في نشرة سابقة بأن الاشتباكات التي شهدتها محاور القتال يومي السبت والأحد أدت إلى استشهاد 4 أشخاص تابعين للغرفة، موضحا أن عملية البنيان المرصوص ستشرع في دخول مرحلتيها الثانية والثالثة. القوات بإذن الله تعالى تجهز للعملية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، نعمل ونرغب ونريد ألا نقول ألا تكون هناك قوات ليبية نشتبك معها في أمام أثناء تقدمنا. لا نرغب في الاشتباك مع قوات ليبية أثناء تقدمنا، احنا مهمتنا محاربة داعش السرطان الذي توغل في ليبيا. نأمل من كل الشرفاء الليبيين أن يلتحموا بهذه العملية للقضاء على داعش. أكد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص وصول تعزيزات عسكرية من مناطق غرب ليبيا وجنوبها، وأوضحت عملية البنيان المرصوص على صفحتها الرسمية أن التعزيزات وصلت من مناطق جنزور وصرمان والجفرة وسبها، مشيرة إلى أن قوات هذه المناطق التحقت بغرفة العمليات الخاصة المتمركزة غرب مدينة سرت وجنوبها. وفي سياق آخر، أكد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص وصول كميات من الدم لمستشفيات مدينة مصراتة تبرع بها مواطنون من طرابلس، وأوضح المركز أن حراك العاصمة طرابلس نظم حملة للتبرع بالدم دعما لعملية البنيان المرصوص في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة، مشيرا إلى أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا. يشار إلى أن وفدا من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية قدم شحنة من المساعدات الطبية أثناء زيارته لمستشفى مصراتة المركزي، وتعهد بتقديم مساعدات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة. ذكر مصدر في مجلس شورى ثوار بنغازي أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف قوات عملية الكرامة نتيجة محاولتهم التقدم على مواقع الشورى في المحور الغربي. وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عناصر المجلس صدت الهجوم اليوم وأوقفت في صفوف قوات الكرامة خسائر وغنمت منها بعض الآليات العسكرية بعد انسحابها من المحور الغربي. تمر الحروب على المدن فلا تبقى ولا تذر. بنغازي التي طالت معاناتها يعيش كبيرها وصغيرها على وقع حرب هجرت ودمرت وأثرت حتى على نفسية الأطفال. التقرير التالي يحكي تأثر الأوضاع النفسية للأطفال جراء الحرب القائمة في ليبيا. وسط هذا الهدوء الذي يعم المكان هنا في منطقة جنفودة بمدينة بنغازي، وربما تشهد المنطقة من مواجهات عسكرية شرسة، إلا أن ذلك لم يثن هؤلاء الأطفال عن اللعب الذي لم يدم طويلا. يهرع الأطفال للاختباء داخل هذا المسجد خوفا من أن تصيبهم البراميل التي لا تفرق بين حجر أو بشر، طفل أو مقاتل. البراميل ترمى يدويا وليست موجهة، كما أن قوتها التدميرية كبيرة، إلى جانب القذائف العنقودية المحرمة دوليا والمدفعية الثقيلة. ويخرج الأطفال مجددا لتفقد ما خلفه القصف العشوائي على المنطقة ووصف آثار الدمار التي حلت بالمباني. المدينة يخصف فينا نلعب كورة، يخوف فينا ودم الحواشين،
ويضرب الحواشين وفي عائلات وناس ويخافوا فينا وفي الليل من الدوش وعين المية. أحد سكان المنطقة تحدث عن المعاناة التي يعيشها من تبقى من العائلات في المنطقة من انقطاع الماء وأهوال القصف المستمر على مناطقهم. نحن يوميا نرمى بالبراميل وبالصواريخ الجراد تدمير لبيوت النازحين. حاولت بعض العائلات أن تخرج بطريق البحر ولكنهم منعوها بكل الوسائل. نحن في هذه المنطقة مقطوع عنا الماء أكثر من أسبوعين، الماء الشرب مقطوع، أطفال رضع يشربون من مياه الآبار. المبعوث الأممي إلى ليبيا طالب في وقت سابق بتوفير ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة داخل تلك المناطق، وقد ذكرت البعثة الأممية أن هناك عددا كبيرا من المدنيين الليبيين والعمال المهاجرين العالقين في مناطق القتال في بنغازي، بما في ذلك أحياء غنفودا والجوارشا والمريسة، حيث يعانون من النقص في الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات، إضافة إلى أخطار القتال الدائر. الأطفال في تلك المناطق يوجهون رسائلهم إلى العالم أجمع للنظر إلى أوضاعهم الإنسانية المتردية منذ عامين. أفاد ناطق باسم محور الحيلة بمدينة درنا سعد هبيل بأن الطيران الحربي لقوات الكرامة قصف مواقع في منطقة الحيلة والفتايح صباح اليوم. وأضاف هبيل لقناة ليبيا لكل الأحرار بأن الأوضاع داخل المدينة هادئة، وأن العائلات التي سبق وأن نزحت خارج درنا قد بدأت في العودة إلى المدينة. وقال هبيل أن مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها لازال يحافظ على تمركزاته الأولى ويسيطر على مداخل ومخارج المدينة وهو في حالة استنفار تام. يجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد فيديريكا موغريني لبحث إمكانية تمديد مهام عملية صوفيا لمكافحة مهرب البشر قبالة السواحل الليبية. وأعلنت موغريني أنها تلقت طلبا من رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج للحصول على دعم أوروبي للمساهمة في تدريب قوات خفر السواحل الليبية والأجهزة الأمنية. يشار إلى أن الخارجية الفرنسية كانت قد أكدت أن اجتماع بروكسل سيناقش إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في تدريب قوات خفر السواحل الليبية ومراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا. أفاد المتحدث باسم قوات خفر السواحل الليبية أيوب قاسم بإنقاذ 850 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة صبراطة. وأوضح قاسم أن المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم 79 امرأة 11 منهن حوامل، إضافة إلى 11 طفلا وقد كانوا في طريقهم إلى أوروبا في زوارق مطاطية. يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أكدت وجود 235 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا ينتظرون عبور المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، مضيفة أن أكثر من 30 ألفا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق ليبيا. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. وسيد جيدل، ما مدى أهمية النقاط التي سيتم مناقشتها اليوم وخاصة تمديد عملية صوفيا في بروكسل؟ تحية لك وللإخوة المشاهدين. الاجتماع اليوم هو مهم جدا لأنه الاجتماع يتجاوز بكثير قضية الهجرة نحو أوروبا، وإنما يتعلق الأمر بالدور الذي يمكن أن يعطى لعملية صوفيا لتقوم أيضا بحراسة الأسلحة التي تدخل هذه الأيام إلى ليبيا بكثافة، وأيضا لتستعد لربما لتلعب دور مع الناتو وبقية القوات الأوروبية في مراقبة الأسلحة التي يمكن أن يرفع الحظر عنها لصالح حكومة التوافق. فهناك استنفار أوروبي الآن بخصوص تنامي العمليات الإرهابية، بخصوص أيضا الاحتقان
السياسي والعسكري في ليبيا، وخاصة بعد الدعم الواضح الذي تلقاه جنرال حفتر من روسيا ومن مصر والإمارات بشكل واضح. إذن هناك احتقان سياسي وعسكري، هناك تنامي للعمليات الإرهابية، وهناك انفلات إذا صح التعبير، بحيث أصبح طيب سيد جيدل، يعني رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج طلب الحصول على دعم أوروبي للمساهمة في تدريب قوات خفر السواحل الليبية والأجهزة الأمنية، فكيف ستنعكس هذه الخطوة على مكافحة الهجرة غير النظامية إذا تم الاستجابة لهذا الطلب؟ نعم، هناك تنسيق مسبق بين الدول الأوروبية وبين حكومة التوافق، وقبلها الحكومة كانت التي كانت موجودة في طرابلس فيما يخص عملية الهجرة. هذه المرة يريد فايز السراج أن تكون عملية مراقبة الهجرة، أن تشارك ليبيا بآرائها وأن تراقب هذه العملية، لأنها تتعلق أيضا بالسيادة الليبية، ولأن عملية صوفيا لن تتوقف في حدود المياه الدولية، ولكن ستكون هناك عمليات في المياه الليبية، وهذا يستدعي مباركة حكومة التوافق ومراقبة حكومة التوافق، وبالتالي لابد أن يكون هناك ليبيون في أهبة الاستعداد، فطلب منهم هذا التدريب، لأن الوسائل التي ستستعمل في هذه العملية هي وسائل جديدة، تقنيات جديدة، وعلى خفر السواحل الليبيين الذين سيمثلون الحكومة الليبية أن يكون باستطاعتهم استعمال هذه الوسائل، وأن يكونوا أيضا على اطلاع يومي بما تقوم به عملية صوفيا في المياه الليبية. الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل، نشكرك على هذه المداخلة. يعتزم اليوم حزب أوليستر الوحدوي تقديم مشروع قانون إلى مجلس اللوردات البريطاني لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي التي يتهم البريطانيون نظام القذافي بدعمها. ونقلت صحيفة نيوزلاتر الإيرلندية عن عضو حزب أوليست الوحدوي لورد أمبي قوله إن الحزب يسعى لتعويض أسر الضحايا عبر استقطاع أموال من الأصول الليبية المجمدة في بنوك بريطانيا، والتي تقدر بأكثر من 9 مليارات باوند تعود لعائلة القذافي فقط. وأرجع أمبي عدم استثمار الأموال الليبية المجمدة لغياب ما سماه الإرادة السياسية، مؤكدا لجوء حزبه لطرق أخرى في حال رفض الحكومة البريطانية ذلك، من بينها تحويل القضية لمحكمة العدل الدولية بلهاي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مجلس عيان وحكماء باري يطالب الجهات الرسمية بأعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية ضمانا لعودة النازحين. خمسة قتلى وثمانية جرحى على الأقل بينهم مدنيون نتيجة اشتباكات وسط منطقة الساحل ومحلة ذكري بمدينة سرمان، وأسباب الاشتباكات لا تزال مجهولة. محاور القتال في محيط منطقة أبو جرين تشهد هدوءا حذرا، وقوات عملية البنيان المرصوص تتقدم باتجاه منطقة البغلة، والقوة الثالثة تسعى لتأمين المنطقة وقطع طريق أمام ما يعرف بتنظيم الدولة. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل إمكانية تمديد مهام عملية صوفيا لمكافحة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية. أعرب المجلس الأعلى للدولة عن حرصه على تنفيذ الاتفاق السياسي والخروج من حالة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، داعيا الجميع إلى بدء مرحلة جديدة لنبذ الفرقة وجمع شتات الوطن. وأوضح المجلس في بيان له أنه مكون من 134 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيح العضوية، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال 11 عضوا آخرين بالاستناد إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية. وأكد المجلس الأعلى في بيانه أنه خاطب الأعضاء في دوائر الأقل تمثيلا، وفي حال عدم التحاقهم ستتم دعوة من يليهم في الدائرة ذاتها حسب البيان.
تمت مراسلة السادة في الدوائر الأقل تمثيلا وفق نتائج انتخابات 7/7/2012 لتمثيل دوائرهم بالمجلس الأعلى للدولة، وفي حالة عدم التحاق من تمت دعوتهم سوف يتم دعوة من يليهم في ذات الدائرة. فالمعيار لم يكن معتمدا على الأشخاص، وإنما وفق آلية أقرها الاتفاق السياسي تضمن حضورا وتمثيلا عادلا لكل المناطق. نفى المستشار الأعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي ما تداولته بعض المواقع بخصوص مغادرة عقيلة صالح مدينة طبرق باتجاه مدينة الزنتان اليوم، موضحا أن رئيس مجلس النواب يعقد حاليا اجتماعات تشاورية مع عدد من النواب داخل مقر المجلس بشأن عدد من الملفات المتعلقة بحكومة الوفاق وتطورات الاتفاق السياسي. وأشار المريمي إلى أن الجلسات التشاورية هذه لا تحتاج إلى عقد جلسة رسمية ونصاب قانوني، بل تتعلق بطرح الملفات التشاورية بين النواب بشأن قضايا الدوائر الانتخابية والصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها. أفاد مدير مكتب الإعلام بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمصراتة جمال شنيشح بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرع الوزارة بدأت اليوم في توزيع مساعدات إنسانية على النازحين من مدينة سرت، وأن المساعدات شملت مفروشات وأغطية ومواد غذائية ومواد تنظيف ومواد منزلية. وأضاف شنيشح أن عدد الأسر التي انتفعت اليوم بالمساعدات بلغ 80 عائلة من أصل 1700 عائلة وعائلة نازحة إلى المدينة. وأكد شنيشح أن هذا التعاون هو الأول من نوعه بين الصليب الأحمر وفرع الشؤون الاجتماعية مصراتة، مضيفا بأنهم سيقومون في الأيام المقبلة بتوزيع المساعدات على باقي العائلات. وجه رئيس مجلس أعيان وحكماء باري أحمد ماتكو نداء عاجلا إلى الجهات الرسمية في ليبيا لإعادة إعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية ضمانا لعودة النازحين إلى باري. وأوضح ماتكو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مدينة باري تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب النقص في الإمدادات الغذائية والوقود بسبب إغلاق طريق مصراتة لجفرة والذي أثر على أغلب مناطق الجنوب حسب قوله. وقال ماتكو أن عددا كبيرا من النازحين لا يمكنهم العودة إلى باري بسبب تدمير منازلهم وتردي الوضع الصحي ونقص الإمدادات الطبية داخل مستشفى باري العام وتدمير جزء كبير من المدارس. نفى الناطق الإعلامي باسم مصرف ليبيا المركزي عصام العول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اختلاف في إصدار العملة المحلية بعد سعي كل من المصرفيين المركزيين أو المصرفين المركزيين طباعة عملة خاصة بهما. وأوضح العول لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم عقد عدة اجتماعات في تونس بين المجلس الرئاسي والمصرفين المركزيين بهدف توحيد جهود المؤسستين للعمل بشكل مشترك للحفاظ على استقرار الدينار أمام العملة الصعبة وتوفير السيولة في المصارف التجارية. وأضاف العول أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية وغير قابلة للتقسيم، مشيرا إلى أنهم طالبوا منذ البداية بالنأي عن التجاذبات السياسية حفاظا على المؤسسة النقدية. تنطلق اليوم انتخابات رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعات ليبيا في جامعة طرابلس، وذلك بتصويت رؤساء اتحادات الجامعات المنتخبين في البلاد. وأوضح عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر الأول لاتحادات جامعات ليبيا أسامة أبو عامر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عمليات التصويت ستتم عن طريق صناديق الاقتراع في العاصمة طرابلس من قبل 12 رئيس اتحاد حذروا من أصل 14 رئيسا. كما أضاف أبو عامر أنه يحق لأي طالب ترشيح نفسه مع إمكانية دفع الجامعة بأي مترشح آخر، مشيرا إلى أنه بعد الإعلان عن رئيس اتحاد الطلبة فإنه سيعمل على تشكيل مكتب تنفيذي في مدة ما بين أسبوعين إلى شهر. إلى تذكير أهم العناوين: 5 قتلى و8 جرحى على الأقل بينهم مدنيين نتيجة اشتباكات وسط منطقة الساحل ومحلة زكري بمدينة سرمان، وأسباب الاشتباكات لا تزال مجهولة. محاور القتال في محيط منطقة أبو قرين تشهد هدوءا حذرا
وقوات عملية البنيان المرصوص تتقدم باتجاه منطقة البغلة، والقوة الثالثة تسعى لتأمين المنطقة وقطع الطريق أمام ما يعرف بتنظيم الدولة. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل إمكانية تمديد مهام عملية صوفيا لمكافحة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية. ختم النشرة في أمان الله.